نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ تعالوا لي بقى احكي لكم بعد التخرج بيحصل ايه. شغل عالي، برنامج مصري جدا، هنكشف اسرار لاول مره بتعرفها عن كل شغلك. لحظات وهيكون معاك احد ممثلي خدمه العملاء. دي كدبه. في فرق كبير ما بين القائد والمدير. هو الشخص الوحيد في المؤسسة اللي عنده الجرأة انه يكسر القواعد. اتكلمنا كتير، نفكر شوية بقى. ازاي هتختار تطلع السلم سلمة سلمة وانت شايف اللي جنبك بيطلع في الاسانسير؟ سلبي الاستقالة ظاهرة محتاجة دراسة. احنا هنشوف في حياتنا انواع من الناس في الشغل. والصنعة الحلوة يا غالي دايما بنقول عليها شغل عالي. شغل عالي قريبا على CBC.